اللي ما يقدرش يضرك كيكره الناس فيك، واللي ما وصلش للعنب سي نورمال يقول حامض، والمرة الجاية فاش تكرهني كرهني بوحدك وما تعرضش على الناس معك، هذا راه ماشي عرس اختك. اي حاجة فاتك وخرجت من يديك ما تندمش عليها، تقدر يكون فيها خير. حياتنا ما كتوقفش على فرصة ولا على شخص، حياتنا كتوقف الا احنا وقفناها بالتفكير السلبي واليأس.